قول ولا بهتان، والكل جند للإله. أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان؟ وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان، والأرض غير الأرض هذا يومها، وجبالها نسفت أمام عياني، وتفجرت فيها البحار بأمره. هذا ووصف الوعد بالقرآن. والكل من بعد الممات مردهم نحو الإله الواحد الديان. في ذلك اليوم العظيم نفوسنا حشرت، وقد خاب ذو النكران. من بعد مبعثهم حساب عادل، يا سعد من ثقلوا على الميزان. يا سعد هم وجنان ربي فتحات، يتقلبون بأنعم الرحمن. قد أفلح الماضون في ركب الهدى، وتحرروا من قبضة الشيطان. يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن، لخضعت إجلالا وتسبيحا له. سبحانه رب عظيم الشان.